ما الملاكمة هاي، احنا فول 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 هاي اللعبة حبيبي فول طا 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 فول هنا تصعدون حبيبي اربك 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 فول اثنين اجا اجا وذولا كلها قوط حبيبي شي طفي طفي طفونا قوط. السلام عليكم شباب، احنا اليوم بشارع بغداد وطبعا هذا اول فلوق لنا وجينا يم هشام الذهبي، فخلوكم ويانا بالفلوق وحطوا لنا لايك واشتركوا بالقناه، اهم شي اللايك حبيبي اهم شي. هنا هذا باب الحاره، حاطينا باب الحاره حبيبي. هنا هاي البوثات مال الاكل اخونا هشام الذهبي مخلين يشتغلون بهن الايتام، الله يبارك فيه ان شاء الله. مثل ما تشوفون شيء مرتب فشي يعني. هنا هاي قاعة الالعاب طبعا للاطفال، بس احنا ما راح نلعب، نريد نتونس حبيبي. طبعا هذول الشباب الطيبين خلونا نطب نصور هنا، الله يبارك فيهم حبيبي، الله يسلمك حبيبي، الله يخليك. يلا فوت فوت ماي ملاكمة هاي، احنا فول فول. هاي هاي سيارة ماي جلندايزر هاي. هنا موفرين اشكال الالعاب حتى اطفالكم تتونس، جيبوهم خلي يتونسون هنا حبيبي. شوف شوف كل شيء تريد، كل شيء، رشاشات، سيارات، بايسكلات، بوكسات، شو تريد حبيبي، كل شيء موجود، دراجات. وهاي انه شنو؟ شنو هذا فول؟ هذا نلعب الكل هنا طيب. هنا هاي الهوكي فول، شوف شوف تعال صور تعال خلنا نضربها. شلون هيك؟ هيك مو هيك؟ هنا طبعا هاي الهوكي فول حبيبي. يو والله جول. هنا هاي سيارات طبعا موجهة لو مو عيب كان صعدت بين بس عيب. فول هاي اللعبة حبيبي فول. فول. ها هنا الفي ار. هنا في ار طبعا حياة واقعية فول. هاي الذبربة اطلع لعبة فول. تمام هسه جيم هوكي انا وهاد ترى يلا. هاي شنو؟ هاي شنو؟ اطلع طبعا بعد ما سحلت هانتر جاب ابو اللعبه فزعه وياه وطلع هذا الولد مهكر اللعبه، يعني هو محترف، هو مولود هنا، استلمني هدف ورا هدف ما اعطاني مجال، واخر شيء خسرني وانسحبت وقام يضحك علي، يعني هاي عود احنا خطار يومهم يخسرون بينا. يا الله شباب طبعا هاي العربانه مال عصملي، هنا تصعدون حبيبي فول فشي طربك طربك طربك. تعال صعد صعد تعال تعال زاكو يلا يلا هاي كافي. طبعا هنا عندنا صور اثريه وتحفيات مال العالم، يعني مال المثقفين مو مالنا حبيبي هذا. تعالوا خلينا نطب نشوف شكو ماكو، تعال 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 حبيبي. يصير نطب لو ما يصير؟ خاف ما يصير نطب. وهنا هاي الكتب طبعا مال المتنبي، كل المتنبي هنا حاطين لكم اياها. ذبان ليش تزقين يعني كافي. طبعا هاي قهوه هنا فول، يعني مال قدماء مال اهلنا القديمين هنا كانوا يشربون شاي يدخنون، النرجيله القديمه العالميه. اجا اجا وذولا كلها قوط حبيبي، شي طفي طفي طبونا قوط كلها قوط. وطبعا هذا الملعب اللي صارت به البطوله برمضان، بطوله هشام الذهبي والشباب البقيه. شوفوا يعني فول ملعب، بس ما شاء الله القواله صغيره حيل، على قد على قد الاطفال، على قد الاطفال القواله. فتشي وين طاوة جيبونا طاوة خلنا نلعب. واحنا نشوف بالملعب اجى الاستاذ هشام الذهبي وسلمنا عليه وصورنا وياه، وهنا هذول الولد قالوا له تعال خل نروح نسلم على اطفال جاي يلعبون بالملعب، عندهم نهائي يمكن. واول ما دخلت تلقاني هذا الشاب المرتب وسلم علي، ورحت للملعب طبعا عرفون الولد بس ما قدروا يتركون اللعبه، بس اجى واحد سلمت عليه طيته بوسه وراح كمل اللعبه، ومن هاي الفره دقنا الجوع ورحنا شويه اكلنا وتونسنا، والطعم كان فول طعم خيالي يا ابطال علوم بروز. طبعا هنا مرتي قامت توكل بي.
لا جذب مو مرتي صديقي هذه.